ايه، صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطي لي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه بداتها معاكو كده كنت بوريكو الضوافر الجل اللي اختي عاملاها، قولوا لي رايكم بقى في الكومنت. الفيديو ده هيكون مليان تفاصيل كتير حلوه قوي وحاجات كتير انا عملتها امبارح. تمام، هنا بقى كنت بوريكو علب التلاجة. شكل الغطيان بتاعتها بجد غريبة قوي وشكلها مميز جدا جدا جدا، هتبقى حلوة قوي لما تتحط يعني، وانت كمان قافلاها، ولو قافلاها وشايلاها كده يبقى شكلها شيك جدا. احلى حاجة فيها ان الالوان بتاعتها حلوة، وانا كمان ما عنديش علب تلاجة اللون الاحمر او اللون الزهري ده، فهي حلوة قوي قوي. تعالوا اوريها لكم برضو من جوه، الاحجام بتاعتها كويسة وهتنفعني في حاجات كتيرة جدا يعني، خصوصا العلبة الصغيرة دي بحتاج دايما علب التلاجة الصغيرة، بحب احط فيها مخلل مثلا، بواقي جبنة، بواقي حلاوة، الحاجات دي. طبعا انتوا عارفين يعني بحب التنظيم جدا. المهم بقى عملت لنفسي كده كوباية نسكافيه قمر بعد ما اكلت طبعا، وماما عملت لنا عصير فراولة. كان عندها فراولة يعني وكده، فراولة باللبن. دايما يا جماعة العصاير الفريش احلى مليون مرة من العصاير الصناعية يعني، بجد بجد تديكي باور، في نفس الوقت هتاخدي الفوائد كده بتاعتها، مش حاجة بقى متصنعة فيها كيميكالز يعني حاجات صلاحية بقى والكلام ده. هنا بقى كانت بيلا خلاص خلصت البامبرز بتاعها، فامبرون جاب لها باليت البامبرز. طبعا بستخدم مولفيكس رقم 4، هو حلو معايا يا جماعة يعني لحد النهاردة كده. بيلا كده عندها 9 شهور ونص، قربت تكمل ال10 شهور، هو كويس معايا جدا وانا بكرره دايما يعني. تمام، المهم بقى كده كانت الباقة هنا مش شغالة، كانت قطعت، فحاولت ان انا اقرا رواية، بس انا يا جماعة بجد ما بحبش قراية الروايات يعني، انا مش من غوايات القراءة. انا كنت شاطرة في المدرسة عشان بس الدرجات بتاعتي وكده، انما كقراءة يعني انا مش من الناس اللي بتحب القراءة، ولا بحب ان انا بقى روايات وكده، فاهمين. بعد كده بقى النهاردة ده كده كان الفطار بتاعي، انتوا عارفين طبعا انا بعمل ايه في الفطار بتاعي، بحط جبنة قريش، بيض، خضار، بطاطس كده يعني، وده الفطار الهيلسي اللي انا بحبه. بعد كده طبعا نمت يعني، لاني بنام طول النهار وبصحى بالليل، ده كده يعتبر كان الغداء بتاعي، الفسيخ طبعا والرنجة، لان النهاردة شم نسيم، فدي حاجة كده اساسية معانا، الفسيخ والرنجة حاجة كده قاعدة من ضمن القواعد او تقليد من ضمن التقاليد لازم ناكله. وانا بحب اكل معي بطاطس دايما وفول يعني، انا مش زي بقية الناس يعني. المهم هنا بقى كان مرون طالع لي بشوية حاجات حلوة، الحاجات الحلوة دي دايما بيجيبها لي في العيد كده، كمان اداني العيدية بتاعتي. اول ما خدت العيدية طلبت اوردر، هنا كنت بجهز فلوس الاوردر، كان 380 يا جماعة، شوية توك بجد وهم، لما يجوا ان شاء الله هبقى افرجكم على التوك دي وهوريكم بقى شكلها عامل ازاي، بس هي بجد بجد خرافية. هنا بقى كنت محضرة السكين كير والهير كير والبادي كير روتين اللي بعملهم كل يوم يعني، بجد بتعب قوي يا جماعة. انا بقى برضو لميت شوية الالعاب بتوع ايزابيلا كده في الكرتون، وقلت احطهم لها تفضل تلعب بيهم براحتها، بدل ما كل شويه نحط كام لعبه تقعد توقع فيهم وكده. حاجه من الحاجات المهمه يا جماعه اللي لازم تعملوها لما تاكلوا فسيخ، بما ان النهارده شم النسيم فطبعا كل الناس، معظم الناس كلت فسيخ وكده، فحاجه من الحاجات المهمه كده لازم تعملوها هو انكم تشربوا ميه كتير، يعني من 4 ل6 لتر حرفيا يعني، على الاقل 4 من دي مش اقل من كده. حاولوا تقسموا ازايز الميه على فترات، ما بقولكوش اشربوها مره واحده عشان الموضوع ما يكونش صعب عليك، ولكن لازم تشربوا من 4 ل6 لتر، لان الفسيخ بيعمل احتباس سوائل جوه الجسم. انا اكلت طبعا فسيخ ورنجه وكل حاجه، بس بحاول ان انا اكمل ال4 لتر عشان خاطر ما يضرش جسمي يعني، ناكله وننبسط وكل حاجه، بس برضو عشان الكلى كميه املاح رهيبه بتدخل الجسم، وكمان عشان البكتيريا وكده، فلازم طبعا طبعا ان احنا نزود في شرب الميه، خاصه يعني لما ناكل كل الكميه دي في يوم واحد يعني، الفسيخ فيه كميه املاح رهيبه هو والرنجه، فده طبعا لسلامه جسمكم، كمان عشان ما يطفحش على بشرتنا وشعرنا، بشرتنا وشعرنا هيتضروا جدا، خصوصا البشرة كمية الأملاح دي هتقلب معاكي بحبوب وتصبغات للبشرة، وهتبهدل الدنيا، هتزود حساسية البشرة. فأنا بنصحكم ان انتوا تشربوا كمية من المياه كتير عشان يعني تتجنبوا ان كل الحاجات دي تحصل. طبعا يعني تبقى في بيبسي، انا ما بقولش ميه كتير فتقولوا لا هنشربوا لتر بيبسي ولتر ميه، البيبسي هتضر الموضوع اكتر يعني، احنا كلنا حاجه مضره، فمش هنقعد نزود الضرر بقى وكده. ممكن تاخدوا نص كوبايه بيبسي عادي يعني، اللي هو تكسر شويه الملوحه، بس
ما تعتمدوش عليها كشرب ميه، مش كل ما نعطش نشرب بيبسي، احنا كده هنزود احتياج جسمنا للسوائل والميه اكتر. فبصوا انا حاطه جنبي كده ازايز، خلصت دي مثلا فبدخل على دي عشان يشجعني شويه ان انا اشرب ميه. طول ما الميه قدام منك انت هتفتكريه وهتشربيه، انما لو الميه بعيد عنك وكده انت مش هتفتكريها خالص. فحطي قدام منك كده 4 ازايز من دي، وكل ما تخلصي ازازه تروحي تجيبي ازازه تانية، انت هتلاقي نفسك عطشانه اصلا وكل شويه جسمك بيحتاج ميه. فشبعي جسمك بالميه عشان ما يتضرش، يعني نكون اكلنا وفي نفس الوقت حافظنا على جسمنا. دلوقتي هقول لكم على منتجات انا خلصتها هرجع اشتريها تاني ولا لا، وتجربتي مع كل منتج كده تجربة سريعة يعني وريفيو سريع. هي المنتجات مش كتيرة خالص، بس انا دايما بحب اخلص كده منتج منتج على طول. اول حاجة كده خليهم الاتنين مانيكير، دول يا جماعة اللي هم بيبقوا مجهولين الهوية، يعني ما لهمش اسامي، بنلاقيهم دايما تحت بيتنا في الاماكن بتاعت الميك اب والسكين كير وكده. ده شكلهم، ده اللون الابيض، قعدوا معايا على فكرة فترة كويسة وكانوا كويسين، يعني الابيض خلاص كلكع، فعشان كده المرة دي كان اخر مرة استخدمه فيها وخلاص هرميه. والاحمر الحاجات دي بتبقى 15 جنيه، ب10 جنيه، هرجع اكررهم تاني ولا لا؟ عادي، لما بلاقيهم قدام مني بجيبهم، ما بيفرقش معايا قوي جودة المانيكير على قد ما هو بيفرق معايا شكله على الايد يعني. تمام. تاني حاجة بقى هي البنج ده بتاع بريدو كاين، ده يا جماعة رائع 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 بجد للسويت. هو طبعا مش بيمحي الالم خالص، ولكن بيقلل الالم بنسبة كبيرة جدا. طبعا طبعا بيفرق يعني، خصوصا في الاماكن الحساسه. انا مش بحطه في جسمي كله، بحطه في منطقه البيكيني اريا، عشان ده اكتر مكان بيبقى حساس واكتر مكان بجد بيكون فيه الم فظيع. هتلاقوه في اي صيدليه، سعره مش غالي خالص، ممكن يكون وصل دلوقتي ل20 جنيه مثلا، 22 جنيه، مش عالي خالص مقابل النتيجه اللي هو بيديها. طريقة الاستخدام بتاعته لازم تحطيه في المكان من تلت ساعة لنص ساعة، وتحطي كيسة عشان البانتي ما يمتصهوش، فاهمين؟ لان في بنات كتير قالت ما بيعملش نتيجة. طيب بعد كده الاويل ده من بريتي وومن، استنى اوريه لكم. ده المفروض ان هو الصلاحية بتاعته خلصت، بس هو ريحته حلوة جدا. هو مش بيرطب على قد ما بيدي منظر اويلي كده للشفايف، منظر تجميلي يعني، بس وخلاص يعني الصلاحيه بتاعته خلصت، فاحنا مضطرين نرموه. هو عليه ورده كمان، شايفين شكل الورود اللي جوه عامله ازاي؟ شكله اصلا شيك قوي، ولو انت عروسه هتحطيها التسريحه بتاعتك هيدي برضو شكل روعه بجد يعني. فهو يعني خلاص الاكسباير فهيترمى. وطبعا معجون الاسنان اللي لازم يكون موجود في كل منتجات خلصتها، بس مش بطلعه معاكوا دايما. المره دي خلصت بتاع كلوز اب اللي هو اللي بالنعناع، انا بستخدم اللي بالنعناع واللي بالقرنفل، الاتنين كويسين، بس المره دي غيرت بقى لاني كان بقالي فتره طويله بستخدم كلوز اب، فقلت لا هجيب سيجنال بقى المره دي. تمام. واخر حاجه خلصتها هو الجل ده، الجل ده اسمه بايو اكوا، كان سعره 50 جنيه، كنت بستخدمه اثناء الشيفنج، فهو برضو كويس على فكره من الحاجات الحلوه. جل عادي يا جماعه زي جل الصبار، ملوش اي فوائد ولا ليه اضرار، عادي جدا، بس كان كويس وقعد معايا فتره طويله. ودي كده كانت المنتجات اللي انا خلصتها.